النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية لهذا اليوم، والتي نبدأها بآخر صور الأقمار الاصطناعية التي تشير إلى وجود بقايا كميات من السحب والغيوم في المنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط، كانت مترافقة مع تدفق لكتلة هوائية باردة. الطقس كان بارد للغاية. اليوم هطلت بعض الأمطار خلال ساعات الليلة الماضية، تقريبا بلغت كميات الأمطار حوالي عدة مليمترات في مناطق مختلفة من المملكة. خرائط توزيعات الكتل الهوائية التي تشير باللون الأخضر والأزرق، هذه بقايا تأثيرات الكتلة الهوائية الباردة التي كانت ذات أصول قطبية واندفعت نحو المنطقة بشكل غير معتاد، وأدت إلى انخفاض، وما زالت تؤدي إلى انخفاض كبير في درجات الحرارة. ما نشعر الآن في الخارج الطقس جدا بارد على غير المعتاد. غدا الاثنين طراز قليل لهذه الكتلة الهوائية الباردة نحو الشمال الغربي، مع بقاء الأجواء باردة بوجه عام ودرجات حرارة أقل بكثير مما هو معتاد عليه في المنطقة والمملكة خلال هذا الوقت من العام. يوم الثلاثاء المزيد من التراجع لهذه الكتل الهوائية الباردة نحو الشمال، مع بدء تدفق تيارات هوائية أكثر دفئا قادمة من الجزيرة العربية باتجاه المملكة المشار إليها تقريبا باللون الأحمر، وبالتالي المزيد من الارتفاع درجات حرارة متوقعة يوم الثلاثاء، ولكن تبقى بالرغم من ذلك درجات حرارة أقل من المعدلات. أما يوم الأربعاء فمن المتوقع أن يصل هذا الهواء الدافئ إلى المملكة، وتعود درجات حرارة يوم الأربعاء إلى المعدلات المعتادة، ويعود الطقس الربيعي المعتاد إلى المملكة. أيضا يصادف الاثنين تحري هلال شهر رمضان المبارك، ويقع هذا الهلال بعيد غروب الشمس ليوم الاثنين فوق الأفق، ومن المتوقع أن يمكث فوق الأفق 23 دقيقة، مما سيمكن بمشيئة الله تعالى رؤية الهلال في المملكة غدا. وبالتالي على الأغلب فإن دخول شهر رمضان المبارك يوم الثلاثاء بسبب وجود الهلال لفترة طويلة، والذي قد نتمكن من رؤيته إما بالعين المجردة أو من خلال الأجهزة الخاصة أو من خلال المرقب. أي أما اليوم الأحد فكانت بعض الدول العربية تتحرى هلال شهر رمضان، ولكنه كان خلف الأفق أو أقل من الأفق، وكان يغيب قبل الشمس، وبالتالي كانت رؤية هلال شهر رمضان اليوم مستحيلة. بعض مواعيد الغروب والشروق للقمر، عفوا غروب القمر والشمس في المنطقة العربية، نجد أن جميع هذه المناطق يغيب القمر بها يوم الاثنين بعد الشمس، وبالتالي فرصة أن تكون أول أيام شهر رمضان عالية بسبب قدرة بعض المناطق على رؤية هذا الهلال. الأحوال الجوية متوقع هذه الليلة أجواء باردة للغاية، درجة حرارة صغرى في العاصمة عمان 5 درجات مئوية بالرغم من انتصاف شهر نيسان، لكن درجة حرارة هذه الليلة 5 درجات، الأجواء باردة إلا شديدة البرودة، تكون قارصة البرودة فوق جبال الشرى وبعض مناطق السهول الشرقية، تظهر بعض السحب والغيوم، كما نتوقع هذه الليلة تشكل الصقيع في بعض المناطق. توقعات الأحوال الجوية خلال الثلاثة أيام القادمة هي على النحو التالي، حيث نتوقع بمشيئة الله تعالى غدا أن ترتفع درجة الحرارة في العاصمة عمان 13 درجة مئوية في ساعات النهار كحد الأقصى، مع ظهور كميات من السحب والغيوم، ربما يعيق ذلك من عملية رؤية الهلال، ولكن في الجانب الآخر نتوقع أن في مناطق أخرى من المملكة يكون هناك الأجواء صافية. في ساعات الليل تبقى الأجواء باردة جدا إلى شديدة البرودة، ودرجة حرارة صغرى 5 درجات مئوية. يوم الثلاثاء 16 درجة مئوية درجة حرارة العظمى، ربما يكون هذا أول أيام شهر رمضان المبارك، يتصادف مع درجات حرارة أقل من المعدلات، ودرجة حرارة صغرى 9 درجات مئوية. بينما نلاحظ يوم الأربعاء ارتفاع لافت على درجات حرارة تعود إلى المعدلات المعتادة، تصبح 21 درجة مئوية في ساعات النهار، وصغرى 13 درجة مئوية. الأجواء تصبح ربيعية دافئة طبيعية لمثل هذا الوقت من العام. دعونا الآن نستعرض درجات حرارة العظمى المتوقعة في مدن ومحافظات المملكة لنهار يوم الاثنين وصغرى ليلة الاثنين على الثلاثاء. سنبدأها من المناطق الشمالية، في إربد 16 إلى 6، في عجلون 14 إلى 5، في جرش 16 إلى 7، وفي المفرق من 16 إلى 6 درجات مئوية. في المناطق الوسطى في عمان 13 5، كذلك أمر في السلط
مأدبة 14.6، في البحر الميت 22 إلى 14، وفي الزرقاء من 17 إلى 8 درجات مئوية جنوبا، في الكرك 15.5، في الطفيلة 15.6، في جبال الشرام 12 إلى 5، في معان من 19 إلى 9، وفي العقبة العظمى 25 درجة مئوية في ساعة النهار، وصغرى ليلا 16 درجة مئوية. فيما تنتقلنا للمناطق الشرقية من المملكة، تكون في أرويشد 21 درجة مئوية في ساعات النهار، وصغرى 8 درجات مئوية، في الصفاوي 19 إلى 8، وفي الأزرق كما نلاحظ من 21 إلى 9 درجات مئوية. قبل الختام، توصيات هامة بشأن الأحوال الجوية ما زالت سائدة، أهمها مراعاة الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة في ظل برودة الأجواء. الأمر الآخر، ضرورة الانتباه لدى الإخوة المزارعين من مخاطر تشكل الصقيع في مناطق وأجزاء عدة من السهول والجبال الشراء خلال ساعات هذه الليلة، ومن تدني درجات حرارة المخاطر ذلك على المزروعات. أتمنى لكم جميعا مساء سعيد أينما كنتم، دمتم بخير ومحبة، إلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.